عارفة يا منيرة، لو كان خالد ما قطعكيش كل السنين دي يمكن كنتي حبلتي من بدري، وكان زمان ولادك دلوقتي طول بناتي. شاطرة يا اختي، سخنيني سخنيني. بالك كلامك ده يخليني اول ما اشوفه اطبق في زمارة رقبته واطلع روحه في ايدي. والله العظيم ما اقصد، الله، انا بس بفكر بصوت عالي. خلي فكرك جوه راسك يا اختي، مالكيش دعوة بيا. منيرة على فكرة انت لازم تتابعي مع دكتور. ما انا هعمل كده واتابع مع دكتور. لا لازم تهتمي. يعني هروح لحلاق يعني ولا اعمل ايه؟ ما لازم ههتم. هو انت حملك زي اي حمل. على فكرة بقى انت مش صغيرة ولا حبلتي قبل كده، واحدة في سنك ده ولسه بكرية، لا ده مش موضوع سهل. انت لازم تهتمي. طب تصدقي بقى ان انا سمعت اللي تحبل في السن ده بتجيب عيال مشوهه؟ يا ساتر يا رب، ليه بس الفال ده؟ وافرضي يعني ربنا اداني عيل مشوه ولا في حاجه، هرجعهوله؟ هشكر ربنا عليه، ده هيبقى في بيتي شيخ. هو انتي ايه يا شيخ؟ ما تقوليش كلمه عدله ابدا، لازم تبخي السم في وداني وفي وشي كده اهو. هي دي برضك مبروك بتاعتك يا اختي؟ ما احنا باركنا وهيصنا. الله، انا بهتم بيكي، انا غلطانه، تصدقي وتامني بالله انا هسيبك.